وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. في الباب حديث عمرو بن عبسة السابق في آخر باب الرجاء تقدم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فليسبغ الوضوء فيسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. زاد الترمذي زيادة فيها ضعف: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. إذن أيها الإخوة، أولا الوضوء يحبك الله، والله يحب المطهرين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثانيا، تبلغ الحلية منك يوم القيامة حيث يبلغ الوضوء. ثالثا، تأتي أغر محجل يوم القيامة يعرفك النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا، الطهور نفسه شطر الإيمان، نصف الإيمان، نصف الإيمان، نصف الإيمان أن تمشي طهيرا. الطهور شطر الإيمان، يعني نصف الإيمان. في فرق بين الطهور بالفتح يعني الماء، لكن الطهور يعني الوضوء. الطهور شطر الإيمان، نصف الإيمان، فماذا تريد بعد ذلك؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. خامسا، الطهور يعني إذا عملت ذنبا بيديك توضأ، تخرج الخطايا مع الماء. بعينيك نظرت حرام، اتوضأ، عينك تنزل خطايا العينين مع الماء أو مع آخر قطمة. تمضمض، خطايا الفم تنزل مع الماء أو مع آخر قطمة. امسح رأسك، تنزل خطايا مع الماء أو مع آخر قطمة. رجلاك التي تخطو للعبث اغسلها، توضأ، تخرج خطايا رجلين مع الماء أو مع آخر قطر الماء. ثم إذا قلت بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت لك أبواب الجنة الثمانية تدخل منها شيء. هل هذا يدفعنا يا حسن إلى المحافظة على الوضوء أم لا؟ يدفعنا. عمل يسير لن يستغرق منك دقيقة أو دقيقتين، دقيقة أو دقيقتين. وتحظى بالطهور شطر الإيمان، الطهور. وفي الحديث الآخر لم يرد النووي: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ولنا رسالة طيبة الحمد لله جمعت فيها فضائل الوضوء والصلاة. بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.